السلام عليكم. احنا كنتواجدوا الان في متجر ماكسي. الهدف ديالنا ماشي هو انني نوريكم الثمن ديال السلعه اللي كاينه، ولكن بغيت نوريكم واحد الحاجه اللي هنا عندهم زوينه اللي كتلفت النظر خصوصا المهاجرين الجدد. وهذا جاء من طلب من واحد المتتبع اللي قال لي ودي وري الناس كيفاش هاد الناس هنا في كندا كيتيقوا في المواطنين وكيعطيهم واحد القيمه وما كيشكوش فيهم، رغم انهم عندهم الناس اللي فقراء وعندهم الناس المحتاجين، ولكن دايرين واحد لي زاباراي مطبقينهم على الجميع. سواء كنتي فقير ولا غني كتجي بغيتي تخلص راسك كتخلص، بغيتي تمشي لاكيس كتمشي لاكيس. احنا غادي نمشيو نشوفوا هاد لي زاباراي هادو. كتحس بان عندك قيمه، ما تيشكوش فيك بانك ديرك حسن سوء النيه، انهم شاكين فيك بانك غتسرق شي حاجه ولا انك لص. حنا غنمشيو نشوفوا هذا. وهاد لي زاباراي راه ما كاينينش غير في هذا المتجر، هذا راه كاينين في جميع المتاجر ديال المواد الغذائيه، وحتى في كنديان تاير اللي تبيع المواد ديال البريكولاج حتى هو. الا بغيتي تخلص راسك تخلص، الا بغيتي تخلص في هذوك الالات سيلف سيرفيس. يلا نمشيو نشوفوهم الالات هما هادو. كاينين الالات بزاف، كاين هنا حتى من ورايا كاينين، وكتجي كتسكاني هنا، اولا كتاخذ هذا السكان هذا وكتسكاني السلعه ديالك وكيتافيشي لك الثمن هنا، ومن بعد تخلص بكارت كريدي اولا كارت ديبي. ما تقدرش تخلص بفلوس كاش، هما كاتبين لك هنا كريدي اولا ديبي. الكاش يعني الفلوس لا، غير بلا كارت كريدي ولا كارت كريدي ولا ديبي. هما كاينين كما كتشوفوا، وكتسكاني لاكارت ديالك هنا ومن بعد كتخلص. هنا كيبينوا لك بانهم راه عندك واحد تيثقوا فيك واحد الثقه كبيره. هانت راه الات اخرين كاينين بزاف، هادو راه كاينين في المكازات كاملين. ولا مشيتي حتى ما خلصتيش، كاين واحد لاباري على برا كتصوني، ولكن هنا اغلبيه الناس تيدوزوا بلا ما كاينش اللي عنده النيه ديالو انه يسرق. كما شفتوا الثقة التامة، كتدخل كتخلص راسك. بغيتي تمشي لاكاس اللي فيها هذيك السيدة كتمشي، بغيتي تخلص راسك كتخلص. احنا دخلنا لهذا السوبر مارشي خرجنا لقينا الثلج، ها الثلج يطيح. يلاه ملتقين ملتقانين ان شاء الله فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم.